غمضت عيني على رؤيا. الله يفلح. كيف الغنم اليوم يا وليد؟ الحمد لله بخير يا عم مبروك يا عم مبروك. ايش بشبه علي ايش العجله هذا؟ العرق مع الغنم وبياض الله لا يسيرن الغنم لا يشرد لا انا ولا انا فهمت؟ قال واحد بيشتري منها طلوي زيد الزلط. اتصل اتصل قالك تتصل. يا اخي انا ما بتصل له صاحب الحاجه معنا بالطلب هذا مثل شعبي لا هو بحاجتنا يا ضيف الله فما يجي لا عندي وما تصلي وانا ما اجيب له الغنم او الطلي ذي بيشتي بقيمته بقيمه السوق صاحب الحاجه معنا بالطلب هو بيدورني انا ما بدور انا. ايه سمعتني؟ اه يلا كلمة عشر زوا والله صادق يا عم مبروك كلامك صح داو يشتينا عجلة عندنا اسمك يا ضيف الله وبهالغنم لا شردين يا وليد انت بهالغنم لا شردين الموضوع هذا ما عليك من هذا انت بهالغنم لا شردين لا انا ولا انا انت يا ضيف الله ها اعزائي المشاهدين وهذا هو مثل شعبي صاحب الحاجة معنا بالطلب يعني ذي يشتيك عيدورك عيتصل لك عيتواصل معك ما شو انت تصير تدوره صاحب الحاجه معنا بالطلب ويقولوا المبترع عجيله عند الطاسه لانه بحاجه الطاسه اللي يبترع اه في حلقه قادمه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعايه الله وحفظه كملت الحلقه حلقه عيني على